الأنشطة التربوية والترفيهية التي تنظمها مؤسسة دار الطالب والطالبة أساوكي كل سنة، وفي برنامجها للموسم الحالي ولأول مرة كنحتفل مؤسسة دار الطالب والطالبة بدعم أصح من الجمعية الخيرية الإسلامية، كيحتفلوا اليوم برأس السنة الأمازيغية إذن النير. وبهذه المناسبة هذه كنقدموا الشكر والتقدير للنادي الثقافي والفني ديال المؤسسة اللي سهر على هذه الأنشطة هذه طيلة اليوم، أنشطة مميزة ترفيهية، مسرحيات، ثقافة وورشات فنية، أنشطة التي نقوم بها هنا بدار الطالب والطالبة اللي كتعتمد على ثقافة ديال المستفيدين ديالها، وكتعتمد على الأسلوب اللي كيقدموه التلامذة في جميع المسرحيات. يقدموا مجهودات كبيرة، لهذا اللي وسهل نقدم لهم كل الشكر والتقدير، وبالنسبة لجميع الأطر والعاملين بالمؤسسة. المؤسسة الحمد لله هذا العام اللي كيستفد 160 مستفيد، منهم 354 فتاة ينتمون إلى جماعتين ترابيتين تيزكزاوين وأساكوي. كان غادي دليلا ربارة سوكو في الكريدي نبو تحانو تلقرا إلا ودغمان يرام تجاوي خاف القطع تيني معا سيدي ما يدوتوين دمسكا وحصر بابلا كيكا صيح كرانيس أدوكو تخمس دمسكا ولا بو تحانو أيش تحشي مني كيتم تجوكالينو تزمينا تابا إما كورين غداش لينشاد والطمار أنشارك الفرحة نغسد الدراري دار الطالب والطالبة اللي نغ الجامعة نساوي الفرحة اللي يسوي ما اللي غ العدد المواهب تبارك الله غسد يمليخ يزنخ للمواهب الجامعة نساوي يوا أنشكر اللجنة المنظمة من الرئيس إخار المدير الأطر اللي تزالين اللي كانت أهمية بهلا يكون الشباب يعني غسد يا ينوس اللي يفولكين ينشط اللي غ بين المواهب يستسمق بهلا زون تدهور تدا أكيس انت انتلي أرنسمو قول مدن خلال قسم زيدنا تدعم الشباب كل ما يقال الشباب غمنا التعليم الأولي إخال الثانوي إخال الجامعي أسمنا تسنقى أفوس غفوس باش أدلك من إن شاء الله كل ما يلاغ الجماعة يقوين نرى أتسنى نتعاون كل شيء ما يلاغ تضم الصين ولا تضم القر غيكنا أتوين اللي غنوشكا أتسنى أنبيت نيني غقرت غنيت مدنخ غنت الوانخ